ما عاد مستغربا أن نمشي في شوارع أوروبا ونشاهد أناسا عربا أو أجانب يتناولون أصناف الطعام السوري المحببة، وما عاد مستغربا أيضا أن تجد منتجات سورية في مدن أوروبية بصم أو ببصمات من البصمات الإيجابية التي يتركها السوريون في بلاد اللجوء. وتروي قصة مخبز الدانو في فيينا، وهو أول مخبز عربي أنشئ في النمسا من قبل مجموعة من السوريين عام 2016 ليطغى هذا المخبز على المدينة وليغطي المخبز احتياجات السوريين والعرب وغيرهم من كل مناطق النمسا وأيضا بعض الدول الأوروبية المجاورة. شركة دانكو تأسست بنهاية 2013 وهي شركة سورية، أصحاب سوريين بدأوا بالبحث عن فكرة لطرح منتج في السوق النمساوي وجه للمستهلك النمساوي، والمنتج يجب أن يكون سوري، يعني عبارة عن شيء غير موجود غير متوفر وجاي من تراثنا من 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 ثقافتنا. انطرحت عدة أفكار تم مناقشتها، وبالأخير تبلورت فكرة الخبز العربي أو الخبز السوري اللي هو يعني مطلوب في كل بيت بشكل يومي وغير متوفر كان في هذاك الوقت في النمسا. أخذ الموضوع يعني تقريبا 3 سنوات حتى بدأ الإنتاج. الفكرة كانت في البداية أن نتوجه إلى السوق النمساوي، ولكن بسنة 2015 حصلت موجة اللجوء وإجت للنمسا أعداد كبيرة من السوريين والعرب، فصار في تغيير بالشريحة المستهلك الموجودة، وطبعا هذا التغيير كان لصالح العمل وصار في طلب عالي يعني. فبدأنا أخذ خطوات لتوسيع الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وتغيير آلية العمل، وبفضل الله يعني قدرنا نغطي. بالبداية بدأنا بتغطية سوق فيينا، وانتقلنا بعدها إلى سوق جراتس، بعدين إلى سوق لينس وسالزبورغ، بعدين غطينا النمسا تقريبا كاملة، وبدأنا بالتوريد للأسواق المحيطة، وفضل الله يعني قدرنا نوصل لشيء كويس. أتمنى أنه جميع العاملين بالمجال التجاري في من أخوتنا السوريين ويمثلوا يعني بلدنا بشكل مناسب وبشكل لائق يعني. معي عبر السكايب أنمار كوجان المدير العام لمخابز الدوناو بفيينا. بداية يعني كيف بدأتم بفكرة إنشاء مخبز سوري في النمسا؟ السلام عليكم، شكرا لكم على استضافتكم. طبعا كما ذكر يعني طرحت عدة أفكار آنذاك، من ضمنها كان يعني موضوع الخبز العربي كمنتج يعني يطلب يوميا وكان غير متوفر في ذلك الوقت طبعا بالجودة والمعايير المقدمة حاليا. المنتج كان يجب أن يكون من ثقافتنا ومن تراثنا ويقدم للمستهلك السوري أو العربي في النمسا ليلبي احتياجه اليومي، ويقدم أيضا كمنتج جديد للمستهلك النمساوي أو المحلي يعني. واستقر الأمر يعني على ذلك، والحمد لله يعني بدأنا بالفكرة وتم تنفيذها وتطبيقها، والحمد لله يعني نجحت بفضل الله. بالنسبة لعملية التأسيس، يعني دائما التأسيس يواجه صاحب المشروع صعوبات، ما هي الصعوبات التي واجهتموها خلال تأسيس هذا المشروع؟ كان هناك عدة نقاط يعني بالترتيب. بدأت بداية من موضوع التراخيص، فالمنتج الخبز السوري أو العربي لم يكن موجودا كفكرة كآلية إنتاج أو كصناعة في النمسا، وكان الاعتماد دائما على الأسواق الخارجية. لما بدأنا في التأسيس طلب منا يعني تطبيق معايير صارمة ومعقدة جدا، بما أنه هو عبارة عن منتج غذائي
فكانوا دقيقين جدا بهذه الأمور. وطبعا لتلبية المعايير هذه تطلبنا مجهود كبير، يعني وقت كثير، وأنفقنا كثير يعني من المبالغ، وأخذنا يعني وقت كثير حتى يعني تم تطبيق كل هذه المعايير المطلوبة. وبنفس الوقت يعني قمنا بشرح آلية الإنتاج من الصفر للدوائر الحكومية هنا في النمسا، لأنه يعني كان شيء جديد بالنسبة لهم، وهذا يعني كان أصعب شيء في البداية. النقطة الثانية كانت توفير العمالة المؤهلة يعني للإنتاج، وكان هذا يعني كمان لم تكن هناك أي عاملة متوفرة في هذا المجال. والحمد لله قمنا بتدريب يعني عدد كبير من الإخوة العاملين معنا، وحتى يعني وصلنا لمرحلة بفضل الله يعني أصبحوا هم قادرين على تدريب وتأهيل أناس جدد يعني حتى يستمر العمل يعني ويتابع. وطبعا المرحلة الثالثة كانت هي تسويق المنتج وتقديمه للمستهلك النمساوي. فالمنتج كان بالنسبة له شيء غريب يعني وجديد، كان يعني علينا أول شيء تعريف بالمنتج، والنقطة الثانية كان أنه يعني يتعلم المستهلك أنه يستخدمه بشكل يومي ويعتمد عليه بشكل يومي في يعني في طعامه وفي غذائه. هل لقي إقبال هذا الأمر؟ يعني هل هناك بعض الأشخاص استغنوا أو من الشعب النمساوي استغنى عن الخبز التقليدي لديه وأصبح يأكل من الخبز السوري؟ والله حتى أكون منصفين يعني بالبداية اعتمدنا، يعني كانت الخطة أنه نتوجه للمستهلك النمساوي، لكن ساعدنا كثير أنه توافدت أعداد كبيرة بال 2015 من الأخوة السوريين والعرب إلى النمسا، وبالتالي يعني هذا الشيء سهل انه ينعرض المنتج اكثر ويتوفر اكثر وينطرح اكثر بالاسواق. وبدات يعني شرائح من المستهلكين تدريجيا تعتمد عليه. لا نستطيع ان نقول انه تم الاستغناء عن انواع ثانيه من الخبز، ولكن يعني وصل لمرحله انه ياخذ حصه جيده في السوق يعني، ويكون عليه اقبال جيد من المستهلك النمساوي. هذا جيد، يعني أصبح الخبز يعني بجانب الخبز النمساوي يعني، ولقي يعني تقبل أو إقبال من قبل الشعب النمساوي أو بعض من الأشخاص لهذا المنتج السوري. بالنسبة للتغطية، تغطية المنتج للسوق، هل هو يغطي جميع النمسا والأسواق الأوروبية المجاورة؟ يعني هذه المعلومات لو تشرحها لنا لو سمحت. يعني في بداية الأمر كان الموضوع مقتصر على مدينة فيينا، ومن ثم انطلقنا يعني لمدن مجاورة، مدينة غراس، مدينة لينز، مدينة سالزبورغ، وكان يقتصر الموضوع على محلات المواد الغذائية العربية أو الشرقية خلينا نسميها. المرحلة الثانية كانت طرحه في سلاسل السوبر ماركت النمساوية، وهذه كانت نقلة نوعية طبعا، يعني احتاج هذا الموضوع لوحده بعد الإنتاج تقريبا سنتين من العمل المتواصل، وحصلنا فيه على شهادات جودة عالمية يعني من أهم مراكز التقييم الجودة يعني. وبناء عليه بعد هذا يعني بعد ما توصلنا للمرحلة هي تم الموافقة على هذا المنتج وتم طرحه. الآن متوفر الحمد لله في معظم سلاسل السوبر ماركت في النمسا، ونقوم بالتوريد ايضا لخارج النمسا يعني الى مناطق في سلوفاكيا، في سلوفينيا، في المانيا، في هنغاريا وغيرها. ما شاء الله، يعني توسعتوا وسيطرتوا على السوق الاوروبيه يعني بالنسبه لي ماده الخبز. ما شاء الله. ما نقدر نقول على السوق الاوروبيه، طبعا هناك منافسه شديده يعني منافسه شديده بالدول المجاوره، لكن خلينا نحكي عن النمسا يعني بفضل الله يعني سيطرنا على جزء كبير من السوق يعني الحمد لله. جيد يعني جيد يعني يعني هوية الغذاء السوري يعني أصبحت تنتشر في دول الاتحاد الأوروبي وهناك إقبال عليها، وما شاء الله يعني مثل ما عم تقول إنه منافسة قوية، يعني هناك الكثير من أصحاب المشاريع الغذائية السورية والتنافس فيما بينهم للسيطرة كما ذكرت على الأسواق الأوروبية. صحيح الحمد لله، يعني صار يعني معروض الآن أنواع مختلفة من المنتجات، ليس فقط الخبز. يعني الخبز كان شيء أساسي بالبداية، ولكن الآن يعني إذا نظرنا الموضوع في موضوع الحلويات السورية، موضوع القهوة، موضوع الأجبان والألبان،
كلها يعني منتجات هي لم تكن متوفرة سابقا، وبعد قدوم السوريين للبلد يعني بدأت تزدهر الحمد لله يعني. يعني والطعام هو نوع من أنواع ثقافة المجتمعات، ونقله معه اللاجئ السوري إلى جميع دول العالم لأنه أجبر على اللجوء إليها. شكرا لك أنمار قوجان المدير العام لمخابز الدوناو، كنت معنا من فيينا. ولكم جزيل الشكر. شكرا لكم. ختام حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بخير.